أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اليوم أرسلنا لنا حديث زمجرم صلى الله عليه وسلم. Amalina mna razandisa ata uwasuli leo raisa bahadi tizamru mizini isi zisidunga mana ni Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bala waralita sinambaharwa ya Qur'an ibandungo zilo mbazizo zireungu zireungu ula be kazalizi wa be kazalizi wa be mtume sallallahu wa sallam la kujajazalizi ulawana na izhadi tizahe. لما يقول بس فيتا إذا حديث زمر المزين سنة مجرم بني أحفا دي حديث أربعين حديث من قومين أزحيفا دي حسب بي الدنيا أزحيفا دي هاو كان بأزرمي بس وهي مجرم أحيفا أتنبان في باتيمان لما فقهاء لما علماء والدين وتسنة يسوى باتيمان وأولي مرافا دي حديث أربعين أولي مرافا دي حديث من قومين من قول بس حديث زمر المزين صلى الله عليه وسلم. أما اليوم أرسل لي حديث يجانا من قميراندار نانتارو يعني حديث يمية وستين نانتارو حديث يمية وستين نانتارو سكومي قول بسوكو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما بيوم رمي با يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقية والمرسلات وإذا الشمس كورت. يعني دي أنسان من عليني قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقية والمرسلات وإذا الشمس كورت. رواه صحيح الترمذي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يوم به يا رسول الله يوم جمعه وهي في يوم جمعه ونجي في كتوم جمعه أمام أبو بكر الصديق با سورة نذان هذابي دي سورة هود يدي نذان لبي وسورة الواقعة إذا وقعت الواقعة يدي نذان لبي والمرسلات نيسورة نيرغولا والمرسلات وإذا الشمس كورت نيسورة نيسورة الشمس يعني نيسورة التكوير يعني سورة نزل لزم زم جمع في يعني زم جمع صلى الله عليه وسلم أما بيابو بكر با شيبتني هود نيسورة هود نيسورة هود نهزافي والواقعة نيسورة نيسورة الواقعة نهزافي والمرسلات نصورة المرسلات نهزابي وإذا الشمس كورت نايدا نصورة الشمس نايزوم يقول مصورة كما نزل زن هزابي نوالي في يعني زلم يقول مزالة مزا زهوفا ما نفي في زلا علامة زوجة ومنادى مغربية أنا ما نسيب كم بركة مدوا زيب بركة نافي وكذا مدوا شو كان منام تاعي ما يشيري نكمل لمثال ما تم بروان عن ألف دا سي فيلي زلي مي غول بزالا ما مناتا مو امبيلو ان بان با فوالا ما زلو بازو زيزو بيدا مناتا مو مناتا ما شارن غوي رو وينغيل با وانا دام دي وينغيل با وانا دام فوال زالا ما غالا مي حاندا على ما حاندا مناتا مو اكاونا يو دي او كوا كونا وا كونا نرو وجاو واسل وقتي غمبا كوسونا فيتي بدل على ما يانو سامبلا وابو جي بريباري باو مسافارا على ما فيديو غمبا alamae hufa ni hukia ukawa koishi ya hukia andro wasanu ya kusikia fete hee na wawuse na maori za kusikia amegonwe za alama za ze hufa bale ukurumi mwanadamu la kurumbia lukamba wakushinda ufanya marshi nyengi ujua parasamba waheda vani na vali wanzole mewa zupi alama ze hufa megonwe za alama ze hufa ni livi Nivili alama zao, basi wale piyo mwanadamu usawu wanyiswa mbani usawu kukurubia usawende usambila wabuji prepare, ufayezi njema, ulishi ya limansui. Basi mtume sallallahu wa sallamu na shawu
هي حديث 163 حديثا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وإذا الشمس كورت. دي سورة زيني زولني دي زمتمرون بس دي سورة زيني زولني دي زنهزالي في دي سورة هود نسورة الواقعة نسورة المرسلات نسورة المرسلات نسورة نسورة الشمس. يو حديثين بيا أربع صحيح الترمذي. أي حرب حديثي يا 164 حديثاً إلي حديث يا 164. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. صحيح الجامع. نادت يصير سمي سمي قول مثل أداب زهلالة علم رموش على المسيح وموش على بشمتنا فجد يا دمرا فني ذكر بالولا لو بالي بما نفهم بمزينغو بجو سرو بسم الله يوسف مي اي قران ام سليم دم يوم فني تسمي جاب كان انزيما ولا ما دم موجا شاجا لا لي ما دم موجا جا سيوه بابو كملايكا بابون بالي بو كان جيني ما بابوني اي ملايكا يوم ام بيوم لا دم ام باه نفهم بمزينغو مذكر مزينغو لا لي بارا ما فاو في الاسلام لجيني كافر لو ما بيوم لا دم با وسيم فهم بمزينغو pare ufe ufe mtukafiri besha kushino kama ulemi wata bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ulale nako shino fa dhikr zani zo khairi zani nako fa shino fa dhikr za par namru men tuzi fanye basi arba hadith mali mtu masra asra mema tukomba de ahya harba al qudur allah ba asjalale mtu yomba asjalale خاصة دي بالمسيح ومجول عليه وكو ورنقوا ما كلمة يعني وسرنقوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرموجة، ورنقوا لا حول ولا قوة إلا بالله مرموجة، ورنقوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هم بس دي سبب سمدوا رنقوا زيادة غفرت له ذنوبه ويغفر لما ذنبياه ولو كانت مثل زبد البحر لما كان يكما ذنبي مر للبي فول بولا لبحر بل نشل رما للبي فول ما ذنبي رما مر للبي فول لبحر تبي ويم يزك سبحانه وتعالى ويم غفر ليا هم رغوز يعني يبارون قوي يقول بحيار بيشتن لشاه أحيار بالقدر الله أواس جلاله سرقوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرموجة، ورغو لا حول ولا قوة إلا بالله مرموجة، ورغو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بس مش مرموجة بقى مفارقوا مرموجة يعني وكاتلهم بدا هي أربع القدر لا هجا ولا لي غفرت له ذنوبه ويغفر له ذنبياه ولو كانت مثل زبد الجبو كلمة ذنبية يا ريني هموري ديلي بيفو لي بهاري بعدين وشلاري مال بيفو لين تبع بهارين بعد وانا ده مويو سامي يلو هنا حديث لهم بيو يا رب صحيح الجامع سريك يسين حديثي اندي حديث يا 164 حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه مفارنغو كاتيك بداش وعلالا هي حرب القدر لها الجلال ورنغو ما رنغو زياني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر وسيزي أبو بس وبر الشهادة قسم جو غفرت له ذنوبه ويغفر له ذنبياه ولو كانت مثل زبد البحر جابو كان ذنبياه ريني مور للبوفو لهي بحاري. هرب حديثية
165 حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته صحيح البخاري. هذه 165 متروم صلى الله عليه وسلم جاء أسير سومي سبالي متروم ظالم أنا متروم ظالم كسر متروم كي أوصل به ظالم لزتون كل استوى بيا زي فنياو لو أنا دم مهوم بالين ظالم من أدم سنيت وبيا زي فنياو يقول أنا دم مهوم بالين ظالم هل مرة نيجي متروم ظالم ويسمع يوم بامهولا ويوم بدل ويوم بمشى من جاي عايش متروم ظالم Mwezingu wemba wakati mwenja enshi. Wano kakini mwezingu wemba wale wale wakatu kamba. Mwezingu ambe na fase wakamba ane akutumbie. Limane umuda wale mwezingu wemba wale. Lewasuru mwemba. Flangalala da somo ufa. Lile dhalimu kataka da somo ufa. Bani mwezingu wale rehe mehiwe nyengi. Basi wale mtu kamba mtu dhalimu. Tuwafanya umbo. Mtuadhulumu wanya. Mtulimba lia shinda wanya. Mtulimba lia. Afanya ukula yono masulaha mbayi shashi asishi liye mipaka mwezingu wa dhulumu wa nadamu wa renebobu wa nadamu wa tezesheru wa nadamu wa mbili anambu wa nadamu kanada maruma wa mfunu nuzalimu basi mtu mwezingu subhanahu wa ta'ala wa imba mbula wa imba panta lahuka mba ahutubie aregeha mbeza Allah subhanahu wa ta'ala Atane kama mwezingu subhanahu wa ta'ala mpa mulipanza leta munu dhalimu wale usisi dita mwezingu we muhangu wa mrenge. Nakata muhangu wa mrenge we kashinu kamba asitra wa tena. Katika mwezingu wa siya mwamsekuwa si mrenga kashinu kamba asitra wa. Basi mtume sallallahu wa sallamu yisaba inna allaha hakika mwezingu. Mtume sallamu wa sallamu yisaba inna allaha hakika mwezingu layumli waiva dele waiva panza waiva. Nafasi ni dhalimu mtu dhalimule aizidishia zi dhalimu ya hawele aifezi mpofuza ya zile na ili pangalimu zi kwa mbaule ni para ili toba alishio nukulule basi inna allaha mtu masalomba inna allaha hakika mwezi ngula yumli weba muhula weba panza ni dhalimu mtu dhalimu hata idha akharota wakati itukoba ajasi asimanga mida asimrega mtu dhalimule la myuflituhu mtu dhalimu kashinu kamba asita watena Tudhalimule, kukashini sile mbasita wasona antu dunia ni mbani kama irenshuwa bani. Wasona antu ba, ule mtu wape wafanyo mansu ya dhulu mwanya wafanyo tuwa bia mbovu. Ani bani udhalimunwa, udhalimu bani za kalite nyingi. Ba udhulume wapawoshi mdhulumu ni mwezingu. Wani mtu ambudoshu shangi nyingi, batele mwezingu, wani ambudhulumu mwezingu. Mwena mtu wale mtu ambudu, imbalite ya mwezingu ikiwa. Ya ba udhulma wa vile kapa udhulumu mwanadamu haki yae umurangi haki yae umwa mfili entambu wa umwole umudhulumu mwanadamu. Ba udhulma ngeye ba yele mwezingu chungumu ilo mwezingu hobalizalazo ba usizifanya ujo usizifanya. Ya udhulma za kalte entambu. Bas. Isi udhulma za nsipia mwezingu subhana wa tala weba panza. Inna Allah hakika mwezingu la yumli weba muhula weba panza ni dhalimu mshudhalimu. Hatta idha akhadhahu takatizwa mali amrenga au amanga mizungu dhalimu lam yuflitu wa kashinu kamba sita wa tena yani tudhalimu kashinu kamba simtwa mwezingu tena ndana mnamrega oje ani dhalimu la ko fanya dunia ni bani auto bintungu la ko dhulumu wanadamu wako fanya sita bia mbovu zile mwezingu subhanahu wa ta'ala shuka mba wali sababisha mathala yani mathala ni ule mule mtule ndali shuntu hule shuntu ile shashimtia wali Wadole ni labitani wadole uzidi. Amo mkia aparalize. Amo mkia afu. Tungani zomi. Hayi ude flangala. Aende wa yole. Amo mkia mtule. Wampara mantuko mtiti. Mkia batuwa paralize. Wasikwanda wadeho. Wadole basa. Aende wa tuwele mbiota. Wamregeze dunia nsena. Ta mfanyi malalawana. Kone. Ale mwezi mkwa jasi mtuwa dunia. Na mwezi mtuwa limule. Akufa ya kufa nyaye wanya dunia ni vani vani tuna vani vani mguni mwanadamu mahuru kama ure ni mwanadamu mbovu mwanadamu
manadamu kana mtu ana manadamu mbovu nusu dhambi gati bali shume shirongolo manadamu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtukuza manadamu mtu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtukuza so waswala damu mure na mbovu asina wasi dhambi ni Mwenyezi Mungu ikaliwa ikawe wengali simtubure yengali simtu nebure mtafanya udhali Mwenyezi Mungu ikamlishi bure wewe mwangamita manama shumbesha manadamu mtu mtukufu manama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isaba inna Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala isaba wa laqad karramna bani adam bahagari mtukuzo manadamu wasiwanadamu ritaire tukuzana biwa sufanyana dikinyu mele zikontrele mba wakula mru fanyan rongo yuka mamro mga mitse mnyawe awampeli hekia mawampati ya imu mwanyahe ole awamziye mtrongola basi mwesi mtume sallallahu wa sallam ayesar wa hadithi ya ini sayi hadithi ya mia wa stin nansano kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha hakika mwizingu la yumli waiva mhula waiva dele waiva panza waiva nafasi ni dhalimi mtu dhalimu ule nafasi ni mwizingu ambaya umba umesha liya ishi ule para ili toba nikaka ila toba hata idha akhada utakati tukoba Mwezingu ajasi mrega mtu dhalimule, asimaka mita mtu dhalimule, la miuflitu mtu dhalimule kashinuka basta wa tena. Besha matomibunzi piwa cha jumuli ya mbata mregeze o kashinuka basta mregeze tena. Wala ibasta seda, seda, seda. Hidi hadithi ya mia wa stina nchalu. Arwe hadithi ya mia wa stina sida. Ani saa soswansis hadithan kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama المسجد بيت كل تقي السلسلة والصحيحة حديث 166 حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي أربع حديثين صلى الله عليه وسلم أصيب سميزة فالي مكيري أني مكيريني لندابو لك كل أمر يوم يزينغو Mikirini ni mbade riswaliyo, risomao, rimuangudu wa mwezingu, ni mdago la kakula mtu wa mriyo mwezingu. Tamutumia nisarwa hadithi, jambubaisha antike sina nguvu. Tumaisa mba, mtuajilazimisha na mtuolema mba jidezi sada imikiri, mtu mwenza imani, mbibana mtuolema waya jidezimisha, na imikiri mba kukula katuwa sulasparo na mkirini, vale ule mtu walo na imani. Kali wale mtu muminu wa kwelu, baisha hadithi kesina nguvu, mani hadithi idwaifu. Basi mtume sallallahu alayhi wasallam yasema imikiri lo dago la kakula mtu kwa diamri ya mwezingu. Na madam aswali yule lazima mtu akimamtu asimri ya mwezingu. Madam aswali lazima kwamba ajue mwezingu subhanahu wa ta'ala kwando kwa mwezingu Allah subhanahu wa ta'ala au hau au azi ahamurisha zozifanye uzifanye. Wanongo zule mwezingu subhanahu wa ta'ala au balidha zozilisha uzilisha udaro kwa mtu taqi mtu amri ya Mungu. Zwa mwurshia uzifanya, zifanyi hazo ni mbali utushina. Mbana kwa zule mba, wa mwurshia uzifanya, unukuno shino uzifanya. Bezo tu uzifanya, mtu uzifanya. Na zule mbali wabali zwa zilishe usizifanya. Zilishe usizifanya, wale usizikurubie. Ule mtu wa sulio daraja ya, zule mba wa itakeyi mwani mshumri ya Mungu na ishito shahiki maduga mtu wa riamri ya mwizimu subhanahu wa ta'ala. Na suwa natamuro zipio, Lazimu kambari ya lewa mwizimu subhanahu wa ta'ala asirona. Anoko pio rizifaya udunia nivani. Nekata weke mwizimu wa sinona. Na ikadi wana unu na hundu mwizimu wa sinona. Wana wanadamu ojo wenza wati ya daiba. Wale ikana wanadamu ye kufanya mba wile mwizimu wa mwizimu wa sinona. Hata bela wana ikamba wani wewe kewa hivani basi. Wewe fanya tuwa biyambobu za haya. Tezwanya usheri ya wana ya fanyambobu wana fanya zi. Mwizimu subhanahu wa ta'ala wa asirona. Basi mtume sallallahu alayhi wasallam al-masjidu ani mkiri baitu ludago kulli taqiyin mtume amri ya Allah subhanahu wa ta'ala amma leo basi ni mkiri ifanywa mkiri ya misajaji ambao sipasa mrumba angia mkiri ni asadi na telefoni zahe sana wale wa swali wa bana wale wa mtume ba himo swali bale kia mwana fiji mashte kwa zawai mazawai udanganyia iswala kwa mtu ayiri wa arba telefoni mkiri ni au Akezina tuko usahi mahadisi mkiri na siya stambi shatawula swali mkiri. Tuna wali, ifiki ala al-madhabi ni imamu shafi'i yu haramu.
مذهب اللي تقبل بين مذهب اللي يرمي كمورباني يحرم كما مثلا هو موجا وان رسولي سوالا يوجه رشاي كراء ممانا رسولي سوالا يهوبنوا إلي كراء رجارمي منغوني وإمام بكرم فرسا إمام واربازي سوالا زي برجاري فرسا با إرسان فرسا إمام كنسا تحيات بواسر له منغوني يلازم كما رجاري رشاي كراء إلي بوكلام تاسي سيري شابي وصوما سيري بكوسي جاهري شاتينا مانا وموسوما بوسي جاهري شابي وشو متامش منيولي بابوني بالي وارسال الحمد لله واوتنا ونساونا الحمد لله بابونا بابا وابوني بابا مستف جموجي جمجم تامش انا اولا كايري سوالي يهوجي 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 شابي كاتولي بالي كابوس جاهري شاتينا كلام رسوما يهي سيري لباري كلام رسيم تامش مياو يوتو برسامل بالي وان روشا وان روشا وصولي مكيرين وان رمي مكيرين وصولي بالي لازم يعني لازم كم واجب جاهريش بمعنى وفنوي كيرو أبو وايلي ولا نسا ونا فنوي كيرو أهونو نونا بتسا كيرو أهونو ونا الحمد لله نونا هم نونو أنت أمالك يوم الدين زيتو كل سفير أنا دامو هرم هذا بدي ما مش أبيه حرامو وكم بوانرو السفير نوي كيرو أ هربا مقابل مزيمة أم تقول ما ده هنيسو سنام كيرين نوالي بمتوا سواليو طبعاً كيس تليفونيا هي أساسا تسم كيرين نوالي بمتوا سواليو بعد أو لو مثلاً لون في التواصل، بدل يوم كم بتليفونيا هو يجي التليفونيا هو يا هو يجي سلانسية مثلاً، ولشي تليفون عن تواصل إن تليفونيا شن ميزيكي، وان تواصل إن تليفوني ميزيكي ميزيكي، كسمو تقول كم بتوي تليفوني بوشون أزمة إلى تليفون، أربعة سكة تليفون مو تاتو تليفوني بوشون بس صلنا سمينية، تبورا مينية نو usia wajatia madam biaso na zanzu isualazo zonti pia biroso la huo ya huo mtu moje mengine he ne usia sana biaso sola nyengi waziti yarwa shaka na taradudi alibanu watu kuzule mazin parambaro wa isualazo kasi mengine isuala tu kuzadharura balasi muifanye ya uparambaro wa isuala yuko na usio mgeni usio ifanye na isuala ukamenia leo matani urege telefoni yao udala kwa iti ya silansuye wala au kwa hizi manongi ya ruba yiswala telefoni yao iti ya poshoni kwa hizi mawidala au kwa iti ya silansuye telefoni isha ito ujo telefoni wa yisone ustia mwono poshoni utele telefoni uizi meswala uka menyeha yoi mekoliba zedwarura uswali wata na umi uswali wano mru mfama tutula sinapu hengamani sinapu hengamani na ikuanga mani bala tufa wa sotoriha usukule yiswala wende wende wa muhi huyu mtule uje urekeze swala yani kese ma uje urekeze uje uifunge basa usimenya swala hiyo urege wende wa muhi mtule uje ufunge swala yao ile au mathalan leo uswali dagoni bwana tini bwana tawatiti waramba wa watoto watiti waramba yao uimi uswali ule moto ule mbona tuli ma moto ule swala na mnarabara soda atoda jitie mora wazoda sike kurantile bale wala kama simu tudagombe lo lo ba usibule swala muhimu na mtsawo wahimnisha ndare mwana ikura ila afu babo jome nafsiri ndio ndio etia kama ndongo zile bazizo zahir pararu ba swala tujo mule swala uhira buziro hoyo disisilawe ibo jo rege swala hiyo hui swali amma iroele wahidi saida wakaina warejea tena be swala tujo jo kama uje wi swali basi mtukaba adale telefonia ikaizima shayin tuzulu kaba walongi ya warupa ya sola tiye telefonia usilansuye au izime ta watu kumuzima ufanyi yani telefon zini yani izuli na mna wenye wazifanyi tujua utiye telefonia yu utini silansuye ba ito sonempo lempo liwa ito estimite zolo tujua ngali mtu akabara au izime ni wasala ufa ya kuzi maansi yani tisi izima wala tisi ya silansuye wapo ilo wawe bakisha yu hukume ya mtu wapo yu lu dhambi na nani lomwezi kwa sunayatoniramu hukumu ama leke telefoni isone poshoni na wakawidala kwa iti ya silansi usitua usitia mhono poshoni witi yu telefoni uizime isola wakame nyeha basi mtume sallallahu wa sallamu ya saba ya hadithi ya 166 mtume ya saha ina kala rasulullah sallallahu wa sallamu almasjidu mkiri baitu lodako kuli takini laka kula mtu wa mri ya mwezi ngu la mkiri ini rengia wani lazimu rike renakarka mwezira kwa mri ya mwezi rengia mkiri rike zaidi ya mri ya mwezi ngu zaidi raha na mwezi tena mana ini hunu ni presidansi ya Allah subhanahu wa ta'ala
na lo bila sa fisha de le uta majesu wa tu walo juka ba wanu wangia mikirina makushi barwa serengam sona vani ya makafiri mushini babo mtu aoneka mtu adungwa mbio ta uya mikirini babo basi majesu kwa jungia mikirini na udwa ndo makafiri time islam le was islamu bara mtu adungwa mbio vani mtu ile mumsimtsam kirini kamwambia la mikirini nayo na mwambia la mikirini mumrege mwenzeho awana mtozi kwa mgeni mkirini bele wao ndaga na makoshi yonja mkirina ili dwara a kesi ngiar be dwara hiyo hiyo kesi ngiar be lo dhambi mwanavo karatu kuze mikira Allah subhanahu wa ta'ala lo dhambi lazima migatiti kwa mikirini saka bari tukuze mtu alo mkirina tsarengwa uka lo shita kasita sina dihavi ni bali funda sura tula la huli nari ani nari mlungi huli ala hu nari mlungi huli ambaru kama majishu wa timkiri wangie mkirini na makoshi ya biya daga mazi na mahojuna na jinsi yote ni yali ziadamu ya usilamu basi mtume sallallahu anasema yasaba almasjidu mkiri baitu ludako kullu taqila kakula mtu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya dhithia 167 167 hadithan kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadithia 167 167 حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة صحيح الجامع حديثين متوم صلى الله عليه وسلم سلم بين حين من بعد نمفونس موليان يهوتوا تصدقي داووا نمفونس موليان wanyuma wanyu wanadamu biswadakati hautuwa tasadaki mweka wade anipa mawade mweka mwade lazima ndela pitali mweka mwade anipa uslamu uslamu kwa sombe mweka mwade ukisila kwa mwezi mwa solivonesa mwezi haa neka unu ushinto kama ndela pitali ndela pitali neka ushinto ushinti kwa wende jungiangini mwana usopa sani ndela pitali lazima ukina mapesa hivu ndela pitali neka kusina mwezi ya mapesa fanyata malalea shukomori malalea shukomori ma mama wania miri na ya hunwa na huerea yeso sababu be neka ku be neka ku de kwa special simu kama ndo la pitali ndo tsa uno no hori na mlosta mwarambi kusina mzi pesa fanya malalao ya he mawania miri biko kenti tu bani skin zane kama mzi kwa venta solvolesa kwa kapenda eh zokon wakati tujoke ni mtu ali tujoka muade kwenu wa muade kwenu ukenti ta uno vono zokon bem zozura com os da muitos mais somente a muitos é que a mulher de muitos é de lapidari, mas não é nada. Harbo o que é que o homem é de lapidari. O mês o fim de semana está na muitos da oito horas. O dia tudo é na taça daqui. Não é que a mulher de muitos é de ter de muitos é tudo é na. Aí vai na taça daqui sempre a mulher que mulher. O que é na baía não sei o para minha o room sei dia. Ele vale só da taça daqui. Basi mtume arambe vani batata batana ta mawadi ba yeka bono tu tampaka mtu atu yembahi ndu mtu ve maskini tu tasadaki ani tasadaki ni yema bakia mara ba tasadaki wa vaye mtu fundi ile ba fundu la saket ba ze aso mesa la kasina mtu amlivao ule funda aso mesa au aluna na zona aso mesa au kasina mtu amlivao tasadaki utombo fundu yina ajiri nyengi rahana mtu wangine nifuvula vile tasadaki kwamba uvayo mtu famiaho waitaye dil qurba mwanyewe wa baho mwanyewe wa maho mwananyaho ma famiaho karibu na wao yote na ina sababu nyingi ibo tasadaki atuvula raru le tasadaki kwa vile mtu maskini ni muislamu tu bauli ti famio vile mtu maskini ni muislamu au zi sadaka zote hizo sema fufu mararu Wahai tasadaki, wahai mtu fundi, wahai mtu suruh kumpulkan jalan betas tasadaki. Yang asli dia wahai. Kemang kali mbak fundo semasa mbak kasih nambah haziwa, kasih nambah haziwa fanya. Mana mbak fundo jitu deh, bawa semasa. Bawa silo, bawa alhamdulillah. Mesti gue, wahai kiasiat, wahai mtu suruh kumpulkan jalan betas dewa mian. Kemang kali mbak fundo wahai dah unos semasa, unu mbak kasih na syahrani bawa mesti tamis. Mereka dah mana tasadaki, na regi tiap envelope. Kali umpi ah, kalau umpi fundur umpi bayin tasadaki, entah tasadaki. Padahal semua itu lembang bangku, awam bangku, mana yang aku awam, entah tasadaki yang aku. Tapi umpi tasadaki, kalau umpi fundi, na ajarin yang kita sabun yang.
ya vilile tasata kikomba ubayo mfamia halor matambuna alumunzo bomtuna stambi hana maisha ya maziro msaidia ina sababu nyingi atamtumeza mba mtumba atwa tasata ave wantu mwenzena wabo wa familia yao di mazao stambi ya mwezi ngasa kubali tasata kia hiyo au mtumbo tasata kitove loje mazao rabunzi kola tambi hawa ita idil qurba ivo yanginye vo ujo to ivo piwa de maskini zanginye bani zakari mwezi ngai tsa wa wantu baoni la zakani la simu vula lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha tawantu wantu wanane basi mtume sallallahu alaihi wasallam ba dawu maradakum nam parsesh kalima wadeanyo miswadakati au tuata sadaki walipa mawadi basi mawadi mba yeo mtuka na mawadi ta uzira wadi ta ujo tuata sadaki vale utuata sadaki uba maskini tula mtula wanita mwere ya rabi mweze umangali mtulu mbe sui hanje maumbe khairi uwa besha mtu maskini uwa kalmi ya idua utuata sadaki mweze mkwa jo uvonesa haidi 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 ya mtu meini نعم 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم شو مسرقوا هنا من بعد داو مرضاكم لم بارسش كلمة وليانو بسواتك تأوجد لي تسدك يا دينم بصحيح الجامع حديث يا 169 حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين صحيح الجامع الديني يسيرتا داريشا اما خاصه تنرب زي ما تدوزني كما درين شوبان اربع زمان كما درين شوبان وانا دم نكابا بارسا الجمعه اللي يصلي مشينها وكا يصلي بهن واليو وانا دم باكن تي باو ما اسلام waswali wafunga wafanya ndugu za khair beleke juma ijuma ile ingia waiwa parisarwa mkabala angine batsedi harwe miji yao woka waiswali nalu dhambi manai duniani ardhi ni amazing una mwe mtume rame baba bantu bantu mtu aliyo mtu atojua swali biasa wali mkila mtu mkina swali mjina tu onuhana baba wali yae ani bali wali 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 kule mtu wa mjini bali mana afanya jitihada swali mjini hao eh na kao msina kao upashia wapo pa wewe wapo wa upashia kana swali juma nika upashia wapo kana swali juma ni sisi na yuti khuluka ya mtu islamu mtu islamu bali mpoti juma ya huparisa lazima kwamba wewe swali bali wa parisa juma hiyo kesi mba paka ni mjini hanyo basi mtume sallallahu alaihi wasallam asrungu haina mnena hapa hadithi ya 168 kwa sababu hili namenba mantaraka thalatha jumu'ati mtualisha juma ntarumba kaswali mtu wa manadamu islam alisha juma ntarumba mtu kazi swali asilishi bas wala kwa sudhur wa sharia manapa kwa mudhur ya sharia mtu kwa ba amwade yawa arwa hazibe hazile kada ni kana tin kana ushoga mba aidishe aidishe azile sojwa mtu le bale adhuri ha mtu le ape abu yuduri wo wo dhuru sharia bas mchukuma mtuma yasema mantaraka thalatha jumu'ati mantaraka thalatha jumu'ati mtu lemba de alisha jumu'a ntaru mba kazi swali min ghairi udhuri sipu ya udhuru wa sharia tsopo wonzi kaso udhuri bale amwali kaso udhuri ba hasabia tukukata kadha ya urusu na uslamu ni ya mzia bia lishitu basi siku ya udhuru tsoko yonzi basi itarajai parisantri ni kutiba minal munafiqin wa ingiwa harubu ilisti ya unruma munafiqin inna almunafiqin fi darki alasfali minal nar tuikamba wa hindi alisha jumantaru mba jumantaru zo kazi swali wala kawasi udhuru wa sharia basi wa ingiwa من المنافقين من قول وانتم منافقين او تتفاجئ تيادي من سؤالي الى الجمعه ها
أوريجيسنا ماشتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يميو استيني ناناني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات جمع سرقوا هنا من بقى مجمع دي أليشة الجمعة مجمع دي أليشة الجمعة نتعروا أنبقى السؤالي جمعة زوار من غير وضر سيبيا وضر وشارجيا وامره سنبطو جواز ليشة بس كتب من المنافقين ويانجيوا من قلبا رمى منافقين بعدين برسات سي جمعة البطن قول لازم كان باريس على تيباني بنا نغزو سنة زيزيد ولا سنة زيبارانا مغفو تينا bani harbo islamu harbo fikia la madhhab ni imam shafi'i ani hudunga mtu arba sala tsaka itsege ma mtu lo mdunga usimona we mudunga mtu arba sala itsege ba mtu lo mdunga imam ulo usimona nika kusimona imam ule lazimu kwamba uone mtu amdunga imam ule yeno gulo mbazo lazimu wasme islam rezijwe we mudunga mtu arba sala nika sala ya jama nika sala ya juma au ya Sore tuko nti ya farudhi yondunga mtu usio kwamba umone mtu amdunga au uone mtu amdunga imamu ule na leo mathala leo na rengi mfano leo arba nti ya twin bani ama khaswa dalmana tele man tele kule honudu arba mikiri piyo ali yalo arba komori ni wanzo parta mba ule khatibu aswalite juma na wabu antu wano vahano morde kawasona mtu kawasona imamule wala kawasona tamtu abdunga imamule biwasimkie de harbe mikiro na wabali ho na wala mdungo watienia wale barwa ndugo le juma au juma yao yo juma ya ntambo mane juma ikai na hoenda yo juma ya ntambo mana tokozo za hunu za nzuani tsijo la kama wale tsizono hunu na hunu gazija tsizono na nzuani mbaule mtu adunga juma takasmona tena imamu wala kasona mtu adunga imamu na wala adungo na wala sudai be asimkie ni imamu jelikani namna hiyo atujua mdungu sudai sasa alizomaka ndio baora tujua mdungu watu waswalizomaka rasio mtu abulete ile udungu swala ya maka jani jelikani namna hiyo mana ho mana iswalitini ule ngamfu tini usona wandu sale usani usikie na sauti ya imamu eh ununo ba uswalimki ule watu wa Watu wa mkiri, na mweze wa mkiri. Bada wa uroi mipahano mpale mba kusuna tamtu mzima mdunga imamu. Haruma leo dungu ijuma, siyo ntahambu ya wawe swala ya batili, swala ya kena huenda. Mana masharti odunga mtu, ya masharti mingoni bayo, utawu umone imamu, au uone mtu mzima amdunga imamu ule. Ivo swala ya nito kubaliyo, si nakasi ndamla wa swala yo, kena huenda. Yoto kwenye mba, sifanyi shadema lele mba nizi, yani, lazimu kama utini watu wasijue bazu swala yake sikubaliwa swala yomba udungu juma wala kusona imamu wala kusona tamtu mzima mdunga imamu ndo mita mbali ho ba usimkele imamu swala yake sikiri swala juma yake sikiri basi mtume sallallahu alaihi wasallam hana mnimba man taraka thalatha jumuan mtume bali alisha juma taru makaswali min ghairi udhurin sipu ya udhurin soko watu wa sharia basi mtu basi mtu huo kutiba minal munafikin wa ingiwa wazima na antu ma munafikin balabo hadithi ya mia wa sabini mia wa stini na shenda 169 hadithan kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama isbiru hatta talqawni ala lhawdi kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama اصبروا حتى تلقوني على الحوض رواه صحيح البخاري حديث يا 160 نا شندا ثم سرقوا هنا من نبا نمصبري ونيوم الاسلام حتى مبقى مجي منبر حرب البريكا لا حوض لانو بيغوني نمصبري نوالي صبره ني سيما بكيا مرارو Lukama asabru ala tuwa, lukama mtu msumiri mwezi nguri mtu yani usumiri ya utuwa mana kuswali, ufunga, uheji, zopye sitwa subra, subiri ya utuwa, ni subra ya hana. E subra vili, ala almansi, ala subiri ya rizia mansi, tufanyi mansi, unampesa, nanafasi, motujua,
ufanye mansu no ivinyi wose mrumsha au pashiro afanye ndo astere be ujo jizia mansu yale nisubiri nayo usifanyia mansu itongo ya raro asabru ala almusibati kama nisubirie misiba imtihani Allah subhanahu wa ta'ala mitihani Allah subhanahu wa ta'ala vezi nza vaikirizi ba zitambu za maisha zile vinyo mgonbe zimtihani za Allah subhanahu wa ta'ala basi mtume sallallahu anasema aisa radhi ndivani hadithi ya 170 shida ba isbiru na msubirie hatta talqaut mpaka mje atamje munparise munhunre ala alhawd alhawd wa hawd ya wa hawd lini biri kalamaji la mtume lompevoni ba mtu atsona maji katsona tsona nyora biri kalamaji بامتصنا ما جيك أبتنا كثونا سنا يرستو كوزونسي. داس مسلم صلى الله عليه وسلم أسرام بيار بحديثي يمية وستين نشندا باسميرو نم سبيري وجو متوانو اسميرو نم سبيري وجو مسلمو حتى تلقاون تبقم جمون باري منهور على الحوض هر بحوض يانوار والبركة لما جلامو من البركة لما جلام مدين مسلم صلى الله عليه وسلم أتونسا وندام مسلم ما كلهم في الإسلام، ثم أتوم نوسا يعني بالكلام ماجيه يعني، رسول الله ماجيه يعني كاتوكا نجوراسنا باندا باندا أو أبدا، يعني كاتوكا نهجة كبابلة وان سهام ماجيه هو ناو، بقالي سنجورا ده هو سيسيس زكا زكيف، بعد أبو يحدث في 170 سانسون ديس حديثا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صحيح الجامع هذه في 170 متومي صلى الله عليه وسلم أسرق هنا منين با الصيام يتوم والقرآن نوسما قرآن يشفعان سمديليا للعبد ونمرما يوم القيامة في القيامة يعني بيقول بس بعد أن ربابو تسموني بقام روا انتوا سوالي وسمين وسم في جتاد وسمين هي قرآن قرآن إذا كوشين ده سمين قرآن تيا تيا كتيا تيا وهي بوليشيا بنام روا سماو واي انتوا بوليشيا وي برسناجا سنساو سنزي زثابو نقول بعدين ده سماو ولو بلشوا بلاسوا ما وصل إيشوا ثابوا همارين من لواينا جوازي بلاسوا ما زي بارس ساو بس جماعة سما من قبل نقول سودليوم بسلامو كياما ده يتصومين يعني يتصومون القرآن يتصومون سورة ما مطرنا كو أكو أ أكو فنجة يتصوم القرآن سورة ما مطرنا كو نسوما سورة سامدلي مطرم رومانوس كي كياما يبان مطرم سورة الله ورسوله ما يسمى الصيامو إن يتصوم أما خاصة ما يتصوم يا رمضان الصيام ينتصوم والقرآن القرآن يشفعان سنجمد للعام دي سدليم تمرما بإسلام يوم القيامة دي سوية قيامة يدي هدثي 170 170 برس جرزيار وهدثي 170 نموشا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صحيح البخاري مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صحيح البخاري ومسلم هذه تنمرمة أسرتها دارشة نزين تامبو بسلامه يقبان تامبو فجيت هذه تامبروكا أسامين تامبو أنا فجيت أسامين تامبو تامبو جاتي تتسان تامبو مطوا تامبو 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 إذا رجع تامبو مطمة أسامبا إياكم والكذب أنا مجيب أنتم يمبلنا هم بان تامبو مانا تري فإن الكذب مانا هو بان تامبو يهدي إلى الفجور يومي كمان دم تاجين بلي هم تواربو كريم مطوا تامبو تامبو وين بان تامبو تاشارة كريمينيلي كلام بس دايمي دايمي نقول والله وين ربع تاجبا بس أنا والله والله وانت والله كاسمة مينيتينا والله كاسمة رومي غوبو زاني زكريم بعد أمس ما أسمع وإن الفجور نحن كريم واني وكريمينيلي يهدي إلى النار وفي كمال دم تموسل شهر مروج جهنم
وما يزال الرجل يكذب ولو يكذب ما يكذب يهم بانتامبو ويتحرى الكذب أبيك ويكذب بانتامبو أبيك يستامبو زوتا حتى يكتب عند الله كذبا تاجان جيوا كاتبولا من زموزهم بفلان أولي يمتانتامبو يمتو يستامبو يكبانتامبو لسكم يقول واسكم تومي صلى الله عليه وسلم أبعاني متومي أيات سؤال هل يمتو يستامبو جو فنيا زينا بأيه وجو فنيا زينا وجو شنتا فنيا زينا مالا فنيا زينا تورما زنسيمبو أواتي أواتي مبا أجوشار مماوي تافي هل يمتو يستامبو يجو إيبا تمارو أمبا أيه يمتو يستامبو يجو بيرا أيبي من أيبا سلوكولام هونو هل يمتو يستامبو يجو أشامبا أو يمتو يستامبو يجو وكامبا أمبين تامبو تمارو أمبا لا 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 تما هراتا مرانتا يمتو يستامبو يجو كاجو كامبا أمبين تامبو Melo tambo zule unazifanya mbaru majia huno pasambumba upashia harwa taksi au usishina ndo bale usikia mtu asamba tambo na harwa telefoni bale wadi habi bale ade volovolo ora bani tami tami tadi harwa tini tsaho nupor na ro garin bale bale na ntakasuni ya watu tani haya anizo daraja watu wapar size tambo tambo tabasa watu wande wande tawasa halalisha asi mtu kama wai mwa tambo wae waeja wae jare ta criminel bandabo ikrimine ugani upe wae won vinda ta ajangi wa mbeza mwezingu amba wae mtu mtandambo mtu angi wa mbeza mwezingu mba mtandambo mwezingu alani mtu mtandambo wakana ungia mpevoni audi hadithi ya mwiso rizio babo atakatu angie jesume za kinye tena ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين